في ثلاث امور هتجد عليكي بعد الولاده، انتبهي ليها. اول حاجه الافرازات بعد الولاده، تاني حاجه حجم البطن عندك، ثالث حاجه المزاج والمود العام بتاعك. هنبدا باسهل حاجه اللي هو المزاج والمود بتاعك. ما تقلقيش، شويه هتلاقي نفسك متوتره، شويه فرحانه، شويه زعلانه، لانه هتبقى عندك عنايه بمخلوق جديد جميل وهو احب الناس الى قلبك، هيعمل لك اضطراب في نومك، في صحيانك، في اكلك، في شربك، في مزاجك شويه، وهتتعودي على الموضوع وترجعي فله باذن الله. الحاجه الثانيه الافرازات، الافرازات هتنزل دمويه لمده اسبوع 10 ايام، وبعدين تبقى بني، وبعدين تخف، ترجع افرازات شفافه وافرازات بيضاء. اذا الافرازات استمرت فتره طويله 3 اسابيع تنزل دم، لازم هترجعي. اذا الافرازات لها ريحه مش حلوه، لازم هترجعي. اذا كان في الام مصاحبه للافرازات دي، لازم هترجعي للطبيب. الحاجه الثالثه المهمه، حجم الرحم بتاعك مش هيرجع من يوم وليله. هتطلعي من الولاده تقولي انا لسه ما ولدتش، هما ناسوا جوه المشيمه، ناسوا بيبي، ناسوا قطن. لا، ما ناسوش حاجه، هو الرحم اللي قعد 40 اسبوع مش هيرجع من يوم وليلة.